أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ وهل تعتبر الزيارة من أعمال الحج؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر من أجلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى 3 مسالك. فيكون القصد للسفر إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، وتدخل الزيارة تبعا. فمن كان في المدينة، سواء كان من أهلها أو كان قادما إليها، اللي في المدينة جاء من سفر أو القادم إليها من غير أهل المدينة، استحب لهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. أما أنه يقصد لسفره زيارة القبر، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. وأيضا هذا لم يشرع الله أن الزيارة تكون مع الحج أو أنها تابعة للحج، وإنما وقتها موسع، يزور قبل الحج، يزور بعد الحج، يزور في أي شهر، الأمر واسع ولله الحمد، ما لها ارتباط بالحج. نعم.